هلأ ليا حنحكي عن موضوع كتير شائع وهو جفاف العين. جفاف العين حالة شائعة تحدث عندما لا تكون الدموع قادرة على توفير ترطيب كافي للعين، فما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذا الجفاف وما هي المشاكل الناتجة عنه؟ أكيد معنا الدكتور باسل فاعوري اختصاص أمراض عين. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. يا اهلا فيكم. صباح الخير دكتور باسل، يسعد صباحك. صباح الفل. يعني بالبدايه خلينا نتعرف شو يعني جفاف العين وشو هو اللي بيؤدي انه يصير جفاف العين. انا بالبدايه حابب بس اوضح معلومه بسيطه لحتى نفهم موضوع الجفاف. نعرف شو هو الدمع. الحقيقه هو طبقه رقيقه شفافه تغطي الوجه الامامي للعين، مؤلفة من ثلاث طبقات. يعني هي طبقة واحدة لكن لها ثلاث مكونات، مكونة مخاطية ومكونة مائية ومكونة زيتية. الدمع موجود قدام سطح العين حقيقة ليقوم بثلاث وظائف رئيسية. الوظيفة الأولى هي ترطيب سطح العين ويخلي حركة الأجفان سهلة أثناء الرفيف على سطح العين. الوظيفة الثانية هو بيعطي قرينة انكسار أو بيساعد على حدوث صفاء بالرؤية أكثر، لأنه هو الطبقة الأولى اللي بينكسر عليها الضوء لما بيدخل على العين، فلذلك هو الوظيفة مهمة بموضوع وضوح الرؤية. الوظيفة الثالثة بالنسبة للدمع هو الحماية. الدمع بيحوي على أنتي بوديز أو ليزوزومز، هدول لهم وظيفة بحماية سطح العين من الالتهابات أو الإنتانات بشكل عام. هذا الدمع اللي هو موجود قدام سطح العين بيفرز بمعدل طبيعي. قد نتفاجأ إذا عرفنا أنه الدمع بينفرز تقريبا بمعدل 2 لتر باليوم خلال 24 ساعة. هذا الدمع موجود بهي الكمية البسيطة قدام العين. أي عوامل بتؤدي لزيادة تبخر الدمع أو عدم إفراز الدمع بكمية كافية حيأثر على هاي الوظائف اللي ذكرناها بالنسبة للدمع. تمام دكتور، لكن خلينا نحكي أكثر ونتعرف أكثر على جفاف العين ونحكي عن الأسباب والأعراض. كيف الشخص بيعرف حاله أنه هو صار عنده جفاف عين ولازم يروح عند طبيب ليقدر يعالجه؟ أعراض جفاف العين يعني تقريبا شائعة وواضحة. أكثر عرض بيشعروا فيه المرضى هو حرقة بالعين مع إحساس وخز أو وجود شيء مثل الغبرة تحت الأجفان، بقلك حاسس في شيء مثل الرمل تحت جفوني. إحمرار العين وتشوش الرؤية كمان من الأعراض الشائعة اللي بنشوفها بحالات جفاف العين. الحقيقة مرض جفاف العين ما كنا نشوفه زمان بتواتر عالي، كان قليل، تقريبا 10% من المرضى اللي بيراجعونا بيشكوا من أعراض جفاف العين، وكانوا هن فئة المرضى الكبار بالعمر أو اللي بيتناولوا بعض الأدوية الخاصة اللي بتأثر على إفراز الدمع أو اللي عندهم بعض الأمراض الجهازية اللي بتسبب اضطراب نقص الدمع. لكن حاليا ازداد تواتر هذا المرض بشكل ملحوظ، وهذا شيء عالميا بشكل واضح انه صار في شكوى من جفاف العين عند فئات العمريه الاصغر حتى الاطفال، والسبب مثل ما كلياتنا بنعرف هو استخدام الاجهزه اللوحيه او شاشات الكمبيوتر لفترات طويله اثرت على حقيقه نوعيه الدمع وعلى حاله رطوبه العينين وسببت لنا جفاف بالعين، فصرنا نشوف الاعراض بشكل اكثر من قبل بكثير عند مرضانا. تقريبا 4 من كل 10 مرضى أو 3 من كل 10 مرضى بيراجعونا بعياداتنا عندهم أعراض جفاف بالعين. نعم دكتور، يعني نرجع منذكر أنه مو بس الكبار بالعمر وحتى صار ينتشر بفئات عمرية صغيرة نتيجة استخدام الموبايل والشاشة، يمكن شاشة اللابتوب، ولكن نحن بما أنه عملنا يمكن بيتطلب صار استخدام الشاشات الذكية، كيف فينا نحن نحمي حالنا أنه ما نتعرض؟ شو هي المسافة الصحيحة لحتى ما يصير عندنا جفاف؟ وأيمت فينا نحن نستخدم ممكن قطرة مرطبة للعين لحتى مثل ما بيقولوا نغسلها للعين ونحميها من الجفاف؟ الأجهزة اللوحية مثل ما تفضلتي حضرتك صارت يعني جزء من حياتنا اليومية، وكل واحد فينا عنده جهاز الموبايل او السمارت فون او بحكم عمله عم بيقعد خلف اجهزه الكمبيوتر والشاشات والسكرينز. المشكله وين بتكون؟ المشكله انه لما بنقعد فترات طويله وراء هي الاجهزه هون بتصير مشكله جفاف العين. الفترات الطويله لما بنقعد بنركز بالاجهزه اللوحيه الشيء اللي بصير انه معدل رفيف الاجفان بصير اقل من الطبيعي. يعني عاده العين بترف كل 4 أو 5 ثواني مره،
لما بنقعد وبنركز بهي الاجهزه بصير معدل رفيف الاجفان كل 20 ثانيه يمكن او كل 15 ثانيه مره، هذا الشيء اللي حيسبب لنا جفاف العين. فنحن كيف يعني ما بدنا ما فرق البعد والقرب؟ البعد ما كثير حيفرق بالموضوع، البعد الاجهزه منا او تقريبا له علاقه بموضوع المطابقه والبريسبايوبيا او مد البصر وهالامور هي. لكن بالنسبه للجفاف اي حاله تركيز بالنظر لفترات طويلة على هي الأجهزة حيسبب لنا جفاف. الحقيقة نحن هون بننصح المرضى ببعض النصائح العامة، أنه أنت حاول تذكر نفسك أنك ترف بعيونك. يمكن هي الشغلة صعبة لأنه نحن متعودين أنه حركة رفيف الأجفان حركة لا إرادية، نحن ما مسيطر عليها أو مننسى نذكر أنفسنا أنه نغمض عيننا أو نفتح عيننا أثناء الشغل. فلذلك بنذكر المريض انه هو ما يستمر فترات طويله وراء هي الاجهزه، انه انت اكثر من 40 دقيقه ما تقعد بشكل متواصل خلف الاجهزه اللوحيه لانه حيصير في عندك اعراض سواء جفاف او اعراض اجهاد وتعب بالعينتين. فهي ناحيه ممكن نحن ناكد عليها. بعض الشاشات الواقيه اللي بنحطها قدام الاجهزه بتساعد على تخفيف سطوع الاشعه او الاشعه الزرقاء اللي ممكن تكون ضاره اكثر بهذا المجال على سطح العين. استخدام الأطرات مثل ما ذكرتي حضرتك صارت كمان جزء من المعالجة. الأطرات المرطبة للعين صارت شائعة جدا ولها عدة أنواع. كمان مثل ما قلنا ببداية حديثنا الدمع له عدة طبقات، فعنا طبقة مائية وعنا طبقة زيتية وعنا طبقة مخاطية. حسب الطبقة المتضررة من هاي الطبقات نحن بنوصف علاج للمريض. يعني لازم يكون الموضوع مانو عشوائي حقيقة أنه أي قطرة بيمشي الحال، لا، نحن لازم نفحص المريض نشوف شو الطبقة من طبقات الدمع المتأثرة عنده، إذا في أي مرض تاني أو إشكالية تانية هي عم بتزيد أو تفاقم من هالمرض عنده لحتى نعالج الموضوع كله مع بعضه. والأطرات مثل ما قلنا استخدامها سهل وبسيط، خاصة حاليا صارت قسم كبير من هاي الأطرات موجودة بدون مواد حافظة، يعني هي أطرات فريش وبتريح العين وبتعطيها رطوبة وبتساعد الإنسان على أنه يتجاوز هاي الأعراض الموجودة عنده. أكيد دكتور، خلينا نحكي عن العلاجات المنزلية الموجودة لعلاج جفاف العين. بيقولوا مثلا إذا حطينا خيار أو حطينا بابونج أو حتى حليب أنه منغليه بعدين منبرده منحطه بقطنا منحطه على العيون كمان بيساعد بجفاف العين وكثير من الأشياء الثانية. خلينا نعرف شو اللي هو اللي صح وشو هو الغلط. يعني بنسمع كثير عن توصيات من هذا النوع، تمام، ما بقدر انا اجزم فيها كلياتها، لكن بحاول احكي على الشيء المثبت او اللي فعلا نحن بنلاحظ له اثار ايجابيه بما يتعلق بجفاف العين. هلا خليني احكي على الكمادات الدافئه. تمام. الكمادات الدافئه هي بتساعد كثير على هذا الموضوع، خاصه عند الاشخاص اللي عندهم اضطراب بافراز الغدد الدهنيه الموجوده بالاجفان. الاجفان فيها تقريبا كل جفن 20 ل 22 غده بتفرز الطبقة الزيتية الخارجية من الدمع. هاي الأجفان بظروف معينة سواء الاضطرابات هرمونية، تناول بعض الأدوية، بفصول السنة أحيانا تغير فصول السنة بصير في عنا التهاب بهاي الأجفان، التهاب حواف أجفان خلفي، التهاب بغدد ميبومياس بيأثر على هاي الطبقة الزيتية وبصير في عنا سوء نوعية الدمع الموجود قدام العين. الحقيقة الكمادات الدافية بتساعدنا على أنه نريح هاي الغدد الدهنية الموجودة بالأجفان ونحسن من إفرازها، فلذلك ممكن تكون مساعدة بهذا الموضوع. تمام. الكمادات ممكن تطبق بأي طريقة مناسبة، البعض بياخد أكياس الشاي. تمام. وهي دافئة بحطها على عيونه، البعض بيقطر شاي مغلي طبعا بدون سكر ممكن يقطره بقلب عينه. الشاي المغلي حقيقة ممكن يكون له دور إيجابي بالموضوع، مو بس مشان جفاف العين، إما حتى بالحالات الأرجية والتحسسية، لأنه في زيوت عطرية بتساعد على تخليص العين من أي مؤرجات ممكن تكون مترسبة على ملتحمة العين. من العلاجات الثانية اللي ممكن تكون مفيدة الغسيل المتكرر مرتين أو ثلاثة عند هؤلاء الأشخاص بالماء والصابون. تمام. وحتى نتجنب أنه يصير في عنا تخريش للعين بمادة الصابون إذا دخلت لقلب العين، ممكن نستخدم بيبي شامبو مثلا يلي ما يكون مخرش للعين لننظف الرموش وحواف الأجفان، لأنه أحيانا بنشوف في عنا قشور بيضاء ناعمة موجودة على الرموش ناجمة عن هاي الحالة اللي بنسميها التهاب حواف الأجفان واللي هي أيضا مؤثرة على طبقة الدمع عنا. الغسيل المتكرر مرتين أو ثلاثة بماء دافئ باستخدام هاي الأنواع من الشامبويات ممكن تكون مريحة لنا.
حقيقة في علاجات تانية مانا علاجات منزلية، لكن علاجات تطبق بالعيادات العينية لبعض الحالات اللي بتكون أصعب شوي. يعني لما تكون الأطراد غير كافية لأنه نسيطر على جفاف العين، ممكن نحط سدادات دمعية من الكولاجين بالنقاط الدمعية لتخفف من تصريف الدمع، يعني لنحبس الدمع أطول فترة حقنية. ممكنة، تقريبا 2 ل 3 ملم طولها، بتنحقن بمجرى الدمع من النقطة الدمعية بالجفن العلوي والسفلي. هي السدادات الكولاجينية منها مؤقتة ومنها دائمة. المؤقتة بتقعد 6 أسابيع، والدائمة بتضل موجودة ومنشيلها بأي وقت من الأوقات، شغلتها سهلة جدا وتجرى بالعيادة وبسيطة. هي السدادات الدمعية مثل ما قلنا، الدمع بينفرز من الغدة الدمعية، بينفرش على سطح العين وبيتصرف من النقاط الدمعية للأنف. لما بنسد النقاط الدمعية بنحبس الدمع بالعين، بنحافظ على كمية أكبر من الدمع على سطح العين، وبالتالي بنخفف احتياجنا للقطرات أو للعلاجات الإضافية. نوع آخر من العلاجات الحديثة اللي حاليا مطبقة هو العلاج بالموجات الحرارية. كنا من شوي عم نحكي عن الكمادات الدافئة، بنفس المبدأ بتطبيق موجات ليزرية بترفع حرارة الغدد هي الموجودة بالأجفان وبتحسن من وظيفتها. من بضعة سنوات بلش تطبيق هي النوع من المعالجة لبعض الحالات، مو لكل الحالات من الجفاف، إنما الحالات فعلا مرتبطة بعسر وظيفة أو بديسك فانكشن الموجود بالغدد الزهمية أو الدهنية اللي سميناهم غدد ميبومياس الموجودة بالأجفان. كمان بتعطينا نتيجة جيدة، لكن قد يحتاج المريض أكثر من جلسة ليوصل لنتيجة فعالة بعلاج هاي الحالات. نعم. دكتور، نحن مثل ما بنعرف الدمع هو مدافع عن العين، المدافع الأول عن العين، يعني أي غبار أو أي مادة غريبة، جسم غريب دخل إلى العين، بنشوف عم تدمع العين لحتى تدافع وتطلع هذا الميكروب أو الجراثيم. ولكن خليني أحكي من ناحية التجميلية، كثير من الصبايا بيحطوا عدسات، هاي العدسات احيانا بيكون فيها مي وهي المي يمكن تنشف، وفي صبايا بيناموا فيهم الى اخره. وايضا خليني احكي عن الاطراد، كثير مثلا نحن كلنا بنستخدم الاطراد اللي بتصفي بياض العين، خلينا نحكي هدول ممكن يسببوا جفاف، شو ضررهم للعين؟ القصص التجميليه يلي هي تجاريه اكثر ما هي دوائيه للعين، يمكن هي بتعالج مؤقت وليس بشكل دائم، هل هو ضار؟ هل هو بسبب جفاف؟ كثير شكرك على هذا السؤال، لأنه كثير نحن بنتعرض لهذا السؤال من مرضانا أو من الحالات اللي بنشوفها بعياداتنا. باستخدام العدسات اللاصقة، العدسات اللاصقة يعني كمان صناعتها تطورت مع الوقت. حاليا أصبحت نوعية المواد الماتيريال اللي عم تتصنع منها العدسات اللاصقة يعني حنونة أكثر على سطح العين، لطيفة أكثر على سطح العين، لأنها صارت يعني مشبعة بالماء أكثر، بمعنى انه ما بتعيق وصول الماء والاكسجين لقرنيه العين. لكن مع هذا الشيء احيانا قد يكون بعض انواع العدسات غير جيده، مصنعه بطريقه غير مناسبه، وبالتالي تسبب لنا ضرر على سطح العين. كل العدسات اللاصقه سواء كانت الطبيه او التجميليه الملونه دائما نوصي مرضانا انه ما يحطوها بشكل دائم. كم ساعه لازم اليوم؟ يعني دائما اوقات النوم على الاقل لازم نشيل هاي العدسات. تمام، وإمتى لازم يتغيروا؟ في منهم حسب نوعيتهم، في منهم يوميات كل يوم لازم يتغيروا، في منهم أسبوعيات، في منهم شهريات، هدول يعني عادة هيك متواجدين. أنا شخصيا بنصح أنه اليومية، لسبب أنه اليومية نحن ما بنرجع منعقمها وبنرجع منحطها بالعين مرة تانية، نحن منحطها الصبح المساء ونتخلص منها، تاني يوم منحط واحدة تانية. قد تكون الكلفة أعلى من العدسات التانية، لكن هي حقيقة أأمن وأسلم لسطح العين. بعض الأشخاص هن بالأساس ما عندهم تحمل للعدسات، هدول لا يجبروا أنفسهم أن يحطوا عدسات لأنهم حيعانوا أكثر. هدول الأشخاص اللي هن بالأساس عندهم بعض حالات الحساسية، يلي عندهم كمان مثل ما قلنا اضطرابات بحواف الأجفان، المادة الزيتية اللي عم تنفرز من العين ما أنا طبيعية، فيها مشكلة. بعض الأشخاص اللي تعرضوا سابقا لبعض العمليات، يعني بيجونا مرضى بيعملوا عمليات الليزك مثلا، انه بيقولوا لنا دكتور نحن بدي احط عدسه لاصقه. نحن بنعرف انه عاده بعد عمليات الليزك بصير في عنا جفاف على العين، فبنوصي المريض انه يستخدم الاطراد المرطبه او الدموع الصناعيه لفتره احيانا بتستمر ل6 اشهر. فخلال الفتره الاولى بعد هاي العمليات لا يستعجل المريض او المريضه وانها تستخدم العدسات اللاصقه الملونه بهي الحاله، حتكون اكيد لانه حتكون العين بالاساس هي فيها مشكله نقص دمع. فنحن بنكون عم نفاقم سبب فوق سبب ثاني، فالوعي بهذا الموضوع ضروري. بالنسبة للعناية إذا الشخص عنده عدسات متعددة الاستخدام، يعني عم بيعقمها وعم يستخدمها،
سائل التعقيم استخدم مرة واحدة، يعني نحن بنحط العدسات بالبوكس تبعهم، بنحط سائل التعقيم، بالمرة الثانية لازم نغير السائل، ما تمام. نخلي السائل أكثر من يوم أو يومين، أو والله ليتغير لونه أو يشوف صار شوائب عليه، لأنه جراثيم أنت ما حتشوفها. الصبايا بيلاقوه ما في مي، ما في خلص سائل معقم بعد بقلب البوكس، فبيحطوا مي. لا حتى مو مي مقطرة، مي عادية. لا، نحن بدنا نكون حذرين بهذا الموضوع. العدسة هي حتكون ملاصقة لسطح القرنية، قرنية العين جزء كتير حساس، هو الجزء الشفاف من العين، يعني هو شباك العين، يعني هو الجزء اللي من خلاله حتدخل كل الأشعة الضوئية للعين، وهو جزء غني كتير بالأعصاب. أي عدم ارتياح أو أي مشكلة بسطح العين على قرنية العين حيكون سبب لإزعاج المريض وعدم تحمله. نحن لما بنحط عدسة لاصقة وبنحس إنه في مشكلة وإنه منا مرتاحين وبنضل لابسين العدسة اللاصقة يعني بإصرار، هون نحن حقيقة بنكون أحياناً عم نسبب مشكلة خطيرة، لأنه قد تكون هي العدسة شائزة أو فيها شيء مترسب على سطح الخلفي عم يعمل احتكاك مع سطح القرنية عم بيسبب تقرح. هذا التقرح نتيجة وجود العدسة اللاصقة، أحيانا نقص الأكسجين الموجود بهالمنطقة بحرض نمو جراثيم معينة قد يؤدي إلى قرحة قرنية وخراج قرنية وشيء خطير مهدد للرؤية. فاللي المريض قد يمكن ما شاف كل شيء، لكن نحن كأطباء شفنا كثير حالات وصلت لحالة مهددة للرؤية بسبب الاستخدام الخاطئ للعدسات اللاصقة، خاصة أنه نوعية الجراثيم حقيقة اللي بتسبب قرحات مع استخدام العدسات اللاصقة هي جراثيم معندة، وعلاجها مو دائما بيكون علاج سهل. فالحذر والوقاية دائما أفضل من أن نوصل لمرحلة أنه صار عنا مشكلة ولازم نعالجها. وهذا الوعي كتير ضروري، في منهم بيلاقوا حتى في نقط على عدساتهم اللاصقة، ممكن تكون جراثيم، ممكن تكون فطور، ممكن تكون أي شيء تاني، وبيحطوا العدسات وعينهم بتضل تدمع وبيحطوها، بس بيتعرضوا أكيد لمشاكل خطيرة. دكتور بالختام بدنا نصائح لكل حدا عم تابعنا اليوم للوقاية من جفاف العين، برأيك شو؟ هلأ النصيحة الأولى أنه الاستخدام المرشد للأجهزة اللوحية، كلياتنا من عمر الطفولة لعمر الكهولة عم نستخدم الأجهزة الإلكترونية والأجهزة اللوحية. ما رح نقدر نمنع الناس أنه ما تستخدموا هاي الأجهزة، صار جزء من حياتنا وجزء من أعمالنا عم نقضيه على هاي الأجهزة، لكن الاعتدال مثل ما قلنا لما بدنا نضطر نقعد وراء هاي الأجهزة لساعات طويلة نعمل فترات راحة، كل 40 دقيقة على الأقل لازم نرتاح 7 ل 10 دقائق، والراحة يا أما تغميض العين أو نطلع على شيء بعيد عنا ونحاول نرطب سطح العين خلال هالفترة هاي. الأشخاص يلي طبيعة مهنون يعني موظفين بالبنك أو بالشركات أو ببعض الأماكن بيضلوا قاعدين وراء الشاشات اللوحية، ممكن يستخدموا القطرات المرطبة للعين بعد استشارة الطبيب ليختار لهم القطرة المناسبة لعيونهم. هاي القطرات ما في مشكلة من استخدامها حتى لو استخدمناها لفترة طويلة، لأنه هي ما فيها مواد ذات تأثير سلبي على العين، يعني ما فيها مواد تراكمها بالعين بيسبب مشاكل، فممكن نستخدمها بطريقة آمنة. تجنب الغبار، استخدام النظارة الشمسية بالشمس، كمان الأماكن المغلقة اللي بتكون فيها تدفئة. دخان، أراجيل أو مواد مخرشة تمام. ممكن تسبب لنا تخريش لسطح العين وأذية الطبقة الخارجية من العين وتفاقم لنا هاي الأعراض، كمان حاول نجنبها قدر الإمكان. للأطراد دائما نستخدم الأطراد حسب إرشاد الطبيب، وحاليا مثل ما قلنا الأطراد الخالية من المواد الحافظة هي الأطراد الأكثر راحة للمريض. دائما في معاناة بالأطراد إنه هي يمكن ما بينتبهوا للمدة الزمنية أو للتاريخ الإنتاج والانتهاء تبعها، والقطرة بنعرف إنه هي انتهاء يعني استخدامها هو فوراً بيخلص لأنه ما بصير. أكيد القطرة يلي expired date تبعها خلص، انتهت مدة صلاحيتها، ما لازم نستخدمها. القطرات العادية بعد ما نفتحها عادة أسبوع لأسبوعين ما لازم نستخدمها أكثر من هيك، لكن في قطرات حالياً موجودة بأشكال صيدلانية خاصة بتخلينا نقدر نستخدم نفس القطرة لمدة شهر. مثل ما قلنا هي قطرات اسمها قطرات خالية من المواد الحافظة، لها عدة أشكال صيدلانية، ممكن تكون بشكل بوكس فيه أمبولات، كل يوم بنفتح أمبولة وبالتالي بتضل لمدة شهر، وفي منهم نفسها البطل بتكون مزودة بخزان خاص بالتدريج بيفرز هاي المادة، وبالتالي بنقدر نستخدمها لمدة شهر ونحن مطمئنين انه ما فقدت فعاليتها او ما صارت ضارة هاي القطرة للعين.
أكيد دكتور، شكرا لك، شكرا على معلوماتك القيمة، ونشوفك بحلقات قادمة. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا كثير لك دكتور. ويمكن أمراض العين من الأمراض المهملة جدا، يعني إذا ما وصلنا لمرحلة الماكس نحن ما بنروح عند دكتور العين، ولازم كثير ننتبه ونشيك على حالنا أقل شيء 6 شهور. أكيد، مشان هيك التوعية جزء أساسي من الثقافة لازم تكون تجاه هذا الموضوع. 100%. شكرا كثير لك دكتور، بسلمك كثير.